أرخبيل سقطرة يعني أرخبيل كلمة يونانية تعني مجموعة من الجزر. أيوة. بعضها مأهولة بالسكان وبعضها مش مأهولة، زي المأهولة بالسكان جزيرة عبد الكوري وسمحة. برضو لهم خصائص وميزات، لكن الأم هي سقطرة طبعاً، ويتواجد فيها أشجار نادرة، نباتات نادرة، طيور نادرة، سواحل، أكوام رملية، كهوف طبيعية، وفيها شريط ساحلي يمتد إلى 300 كيلو متر مربع. عبد الرحمن، يعني أنا مستمتع جدا في وقتي الآن، هذا يعني ما غلقت نص ساعة وأنا مستمتع. في معي أسئلة كثير كذا، أقالي إيرور في راسي. البحر ليش نظيف كذا؟ رغم إنه زي كل البحار بس أبيض، ليش؟ ربما هذا من ميزات سقطرة، يعني ما هي ملوثة، يعني بعكس بحار مثلاً معكم زي في عدن يعني المجاري وكذا البحار، لكن هنا طبيعة، يعني تلاحظ السواحل نقية جداً، حتى الهواء نقي، حتى الهواء الحمد لله، وهذا ميزات سقطرة اللي نفتخر فيها طبعاً.